قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فراعنة القرن العشرين مثل فرعون موسى عليه السلام. الأديان التي أنزلها الله وأرسل بها الرسل هي تكريم للإنسان لتحريره من تسلط الإنسان، ومن أنواع التسلط المباشر تسلط فرعون، فهو يستعلي على الناس ويتسلط عليهم، وهذه الطاعة لهؤلاء المتسلطين هي عبادة. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أن جعلتهم عبيد. يقول الله تبارك وتعالى: طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طاسيم ميم أحرف مقطعة، وقد وردت في افتتاحيات بعض السور، ويسميها المفسرون حروف التهجي، أي حروف الهجاء التي يتكون منها تركيب الكلمات. وهذه الحروف في أوائل بعض السور لها حكم كثيرة، منها أولا التحدي بها، فكأن لسان حال القرآن يتحدى الفصحاء والبلغاء بأن هذا القرآن مركب من هذه الأحرف التي تنطقون بها، الألف واللام والطاس والسين والميم والكذا، فإن كنتم ترون أن هذا القرآن من جنس كلام البشر فتعالوا وألفوا وركبوا وهذه الحروف عندكم، فعجزوا. ثانيا، من حكم هذه الحروف المقطعة إثارة انتباههم إلى ما يراد إلقاؤه عليهم، فكانوا يتواصلون بينهم ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولكن عندما تنزل ألف لام ميم ينتبه السامع: ما هذا ألف لام ميم؟ ما اعتاد سماعه. ثم يأتي بعده: تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخره. فهي إذن إثارة انتباه السامع وإشارة إلى أنهم بعيدون عن العلم، فالعلم يبدأ من هذه الحروف. عندما تعلم الطفل الصغير تبدأ من ألف وباء وتاء وذاء، لو أتيت له بالكلام رأسا لا يفهم شيء. فبداية العلم ينبغي أن تبدأ بشكل دقيق ومفصل، لا أن يأخذ الإنسان هكذا دون أن يفقه ويعلم. ثالثا إقامة الحجة عليهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب علمه الله تلاوة هذه الأحرف، ثم تلاوة القرآن الكريم الذي عجز عن أن يأتي بمثله بشر. هذه من الحكم للأحرف المقطعة في أوائل بعض السور. هنا ربنا يقول: طاسيمين. تلك الإشارة إلى ما؟ إلى آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب المبين، عفوا، تلك الآيات الرفيعة المنزلة العالية الرتبة، آيات القرآن التي أنزلها الله إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لكم كل ما تحتاجون إليه يا عباد الله في الدنيا والآخرة. فهو يبين
أي القرآن يبين ويكشف حقائق الأمور. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. الآيات تنتقل إلى نوع من أنواع الاستعباد البشري، وهو الاستعباد المباشر، التسلط المباشر. ذكرت أكثر من مرة أن الله يريد أن يحرر بالرسل الإنسان من تسلط الإنسان، تسلط من أهوائه، تسلط أهوائه وشهواته عليه، كما مر معنا في نص سابق: أرأيت من اتخذ إله هواه. وتحرير الإنسان من تسلط الآخرين المباشر وغير المباشر. المباشر مثل تسلط فرعون على في الأرض، سلط عليهم. غير المباشر: يقدس فلان، يعمل ابن لله، يعمل قداسة لشمس أو قمر أو صنم أو شعار، ومن وراء هذا الشعار يتسلط الإنسان على الإنسان. فربنا تبارك وتعالى بيّن وفضح وكشف كل هذه الأمور للإنسان حتى يتحرر ويفهم ويعي. أما إذا كان صم بكم عمي فهو الذي أردى نفسه. خلق له عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، خلق له العقل ليفهم ويتدبر. فإذا أغلق عقله وسمعه وبصره فلم يفهم إلا أهواء وشهواته كالبهائم، هو الذي جنى على نفسه، نسأل الله العافية. إذن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، بالحق المطابق للواقع. وهذا نموذج من تسلط الإنسان على الإنسان بشكل مباشر. ما هو هذا النبأ؟ ما قصة فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض، علا أي استعلى وتكبر وتسلط. إن فرعون علا في الأرض، تجبر وطغى. في الأرض المراد بها أرض مصر، وليس كل الكرة الأرضية، لا، لأنه فرعون كل ديك على مزبلته صياح، فكان متسلط على مزبلته. فرعون في القرن العشرين بشار الأسد، ومن قبله أبوه الذي ورثه شعبنا يتسلط علينا. فكل فرعون يعلو ويتسلط على المنطقة التي يستطيع التسلط عليها، ولو استطاع أن يتسلط على الأرض لفعل، ولكن لا يستطيع لأنه في فرعون آخرين أيضا ما بسكتوا له، ما بيرضوا. إن فرعون علا في الأرض، قد يكون فرعون في فرعون برات الدولة هن المتسلطين عليه ومستولين عليه، وهو كالحمير، كما يعني تعتبر إسرائيل أن بقية الناس حمير خلقهم الله لخدمتهم، فهو كالحمار لا يدري وهو يتسلط عليه غيره. أي فرعون في القرن العشرين. ولذلك كنت أقول أنا دائما إن فرعون موسى القديم هو أشرف بكثير من فرعون في القرن العشرين. فرعون موسى القديم يتسلط على الناس ويشارك شعبه في هذا التسلط، أما فرعون القرن العشرين يتسلط على الناس لا لمصلحته ومصلحة جماعته فحسب، بل لمصلحة اليهود وأذناب اليهود في العالم. إذن فرعون القرن العشرين أنجس وأخبث من فرعون موسى عليه السلام. فرعون موسى صرح: ما علمت لكم من إله غيري كما سنرى. فرعون القرن العشرين لا يصرح، لأنه يعلم أنه لو صرح ذلك لقامت عليه الدنيا، فهو يتظاهر بأنه مسلم وأنه يحب الله ورسوله ويحب شعبه ويحب كذا، ولكن ما أن تحدث فتنة وشدة حتى يقتل شعبه وتسيل الدماء ويظهر أنه فاجر زنديق مستعبد للناس، أسوأ من فرعون القديم كما قلت. إن فرعون علا في الأرض، تجبر وطغى، وجعل أهلها شيعا، أي جعل أهلها أهل مصر فرقا مختلفة، أحزابا متناحرة، كما يجعل فرعون في القرن العشرين فرق: هذا شيعي وهذا سني وهذا نصيري وهذا علوي وهذا كذا، ويتستعمل هذا على هذا ليتسلط على الجميع، وبشكل خاص ليتسلط أهل الكفر على أهل السنة من المؤمنين. يستضعف طائفة منهم وهم بني إسرائيل اللي كانوا أفضل الناس في ذاك الوقت، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا يذبح أبناءهم؟ فرعون رأى في المنام أنه
يخرج من بني إسرائيل طفل يكبر ويأخذ ملكه ويقتله. فأصدر أمرا بذبح كل غلام ذكر لبني إسرائيل، واستمر الذبح حتى ضج بنو إسرائيل. قال لهم إذا ذبحت كل أولاد بني إسرائيل بعدها ما يبقى أحد، من الذي يخدمنا ونستعبده؟ فاستلطفوه واستعطفوه، فأصبح يذبح عاما ويترك عاما. ولد هارون في العام الذي لا ذبح فيه فنجا، ولد موسى في العام الذي فيه ذبح، فاحتارت أمه ماذا تفعل به في جواسيس مثل فرعون القرن العشرين اليوم، ولد ما بتخبى فألهمها الله أن تجعله في تابوت، يعني صندوق خشبي، لأن الخشب لما بياخذ الماء بتمدد ويغلق الشقوق. وضعته في التابوت وألقته في اليم، فذهب إلى قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. حاول فرعون بذبح الناس والتسلط عليهم الزائد الذي سيل فيه الدماء، كما يسيل فرعون هذا دماء المسلمين في سوريا، ليتخلص من هذا الغلام الذي يقتله، ولكن الله تبارك وتعالى هو غالب على أمره. جعل الله تبارك وتعالى موسى يتربى في بيت فرعون ويتغذى بمائه بطعامه ويبيت في فراشه وفي قصره، حتى إذا كبر ربنا تبارك وتعالى استدرجه وتبع بني إسرائيل إلى البحر، فأهلكهم الله تبارك وتعالى، وكانت عاقبتهم على يد هذا الغلام. والله غالب على أمره. ما معنى غالب على أمره؟ أي هو يفعل ما يريد ولا يستطيع أحد أن يخالف ما يقرره الله ويقدره. إذن يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يترك نساءهم أحياء للخدمة. إنه كان من المفسدين، المفسدين أي المتجبرين الإرهابيين، يقتل ويظلم وكذا حتى يخضع الناس له. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي بني إسرائيل كانوا مستضعفين ومستعبدين، نريد أن نحررهم وأن نجعلهم أئمة، يعني دعاة إلى الخير وقادة في الأرض، ونجعلهم الوارثين يرثون فرعون وما يترك فرعون. وفعلا كما سنرى في المستقبل، دمر الله فرعون ودمر جنوده، وورث بنو إسرائيل الأرض من بعد فرعون. وسيكون أيضا هكذا عاقبة الفراعنة في القرن العشرين، يتسلطون فترة من الزمان ثم يدمرهم الله بالطريقة التي يريدها، وسينصر الحق إذا كنا نحن نرجع إلى الله ونتمسك بالحق. الحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.